هاد المسؤولين راه ما عرفناهمش كيفاش كيديروا هاد اللعب ديالهم، ما عرفناهمش كيفاش كيديروا ليه. واش حنا تحضرونا حنايا؟ واش حنايا حيت قصير على اللي جاي يحضرنا؟ وخصوصا حربيني والعين، خصوصا حربيني والعين دايرين مع ماد السكير، وين نعرفوا شنو السبب؟ الا كنا ماشي مغاربه ماشي خوتكم قولوها لينا، كنا عزيزين في هاد البلاد قولوها لينا. ودابا عباد الله تقريبا 58 وقفه وراه عام وربع شهور حنا كنوقفوا وما جا عندنا حتى شي واحد. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا السكينه، حنا جينا لهاد البلاصه هادي باش نشرحوا هذاك الشيء يكون باين. حنا كنهضروا في الوقفات، كنهضروا في الوقفات يعني بحال ما كنوصلوش لبنادم اجنو طاري. حنا اليوم جينا نتكلموا على واحد الحاجه باش نعرفوا الفرق ديالنا ما بين دوار حربيلي وما بين الشاب واحد والشاب جوج. الشاب واحد والشاب جوج كانوا كيتواجدوا هالبلاصه فين كاينه السكينه، راها في الكتبان، يعني راه هذاك البني ديال املاك البرنوسي كان تما الشاب واحد وكان الشاب جوج. في الوقت اللي احتاجوا هذيك الارض باش يبنيو فيها المشاريع ديالهم داروا حل الدوار الشاب واحد والشاب جوج، جابوا لهم المكتب تم تما وداروا معاهم جميع التسهيلات، يعني جابوا المكتب تم والناس باقي ديك الساعه الدوار، الناس كيخرج من الدوار كيخرج للمكتب باش يقادوا الامور ديالهم. بغينا نعرفوا اشنو الفرق ما بيننا حنا وما بين هذوك الناس. هاد الدوار فين كان وهو حربيلي، يعني هذوك هاد الدواور الشاب واحد والشاب جوج، حنا بغينا نشرحوا للساكنه مزيان. الشاب واحد والشاب جوج يعني كانوا خارجين حربيلي داخل، بغينا نفهموا علاش هزوا هذوك الناس ودخلوهم وهو حربيلي اللي داخل بغاو يخرجوه، اشنو هو السبب؟ بغينا نعرفوا شنو هو السبب، بغينا هاد المسؤولين يجيو يشرحوا لينا. عينا تقهرنا ما خلينا ما قلنا، بغينا شي واحد يجي يهضر معنا، ما هضر معنا حتى شي واحد. والمشكل الكبير اللي كيضر وضرنا في قلوبنا، علاش دابا راه نصف الاملاك باقي محسوب داخل، نصف الاملاك محسوب على عين حروده، وجاو الحربيلي وقال لك خارج عين حروده. راه هاد المسؤولين راه ما عرفناهمش كيفاش كيديروا هاد اللعب ديالهم، ما عرفناهمش كيفاش كيديروا ليه. حنا ديما الرساله ديالنا كنوجهوها للملك محمد السادس الله ينصرو. عاش الملك، بغينا عاش الملك، عاش الملك. بغينا الملك ديالنا يتدخل في اقرب وقت في هذا الملف ديال السكن، هو الحل الوحيد. واش حنا تحقرونا حنايا؟ واش حنايا حيت قصير على اللي جاي يحقرنا؟ وخصوصا حربيلي والعين، خصوصا حربيلي والعين دايرين مع ماد الزكير، بغينا نعرفوا شنو السبب. الا كنا ماشي مغاربه ماشي خوتكم قولوها لينا، كنا عزيزين في هذه البلاد قولوها لينا. ودابا عباد الله تقريبا 58 وقفه وراه عام وربع شهور حنا كنوقفوا وما جا عندنا حتى شي واحد. واش نتوما كتخلصوا هكاك؟ صافي كتخلصوا هكاك وخرجوا ناقشوا مع الساكنه. هادشي راه كيضر في الخاطر، هادشي راه كيضر في الخاطر، وهادشي هو اللي خلانا نهضروا، لان حنا ولاد البلاد وكنعيشوا هنا وعارفين اشنو داير. كيفاش غادي نسكتوا حنايا؟ كيفاش جوج دواور خارجين السطر دخلوا وحنا اللي داخلين بغاو يخرجونا؟ اشنو السبب؟ انا كنت ديما الرساله ديالنا كنوجهوها للملك ديالنا محمد السادس، هو اللي تدخل واللي كيخلينا نوقفوا، هو الظروف ديالنا. وعباد الله انا راه غادي دابا في 58 عام وشهرين، ملي غتهزني وديني لبني خلف اش غندير؟ اش غندير؟ دابا كنهضر على راسي، خلي ولادي راه باقيين شباب غنديهم تما، اش غيديروا؟ يمشيو يكريسيو، يمشيو يديروا شي حاجه ما مزياناش. انا كنطلبوا من المسؤولين باش يتدخلوا ويجيو تحاوروا معانا. واش حنا كنخلعوا؟ جيو هضروا معانا، حنا راه كنهضروا في اللي كاين، ما كنجبدوش شي حاجه من روسنا ولا كنخربقوا. اجيو هضروا معانا، حطكم سيدنا باش تحلوا المشاكل، اجيو عندنا كذبوا علينا، ما تخليوناش نبقاو غنغوتوا. واكثر من هذا الشيء عباد الله، والملك ديالنا ومحمد السادس، والله يرحم لك الوالدين لما تدخل، الله يرحم لك الوالدين لما تدخل. راه هاد اللوبيات قتلونا، راه هاد اللوبيات قتلونا. واش على قله الاراضي؟ هادشي راه حشومه وعار. انا كنطلب من الملك ديالنا محمد السادس خاصو يتدخل في هذا الملف، خاصو يتدخل في هذا الملف. من جهه المسؤولين راه ما كاين حتى شي حاجه، كلشي ضاربها بنعسه. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه. وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.